إنسانية أخلاقية وأدبية لبناء مجتمع صالح سود المحبة والوئام والسلام. أحسنت، بارك الله بك. شيخ أبو عطا، عندك كلمة قدمها؟ كلمة، إحنا نفرح بكل هالأول الجمعة. بارك الله بك عين أبو عطا، بارك الله بك. من موكب سيد الشهداء الخدمي في ناحية كنعان عشيرة البغات عشيرة طي، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، مأجورين إن شاء الله. الله يحفظكم جميعاً، بارك الله في مال لعين. Thank you.